لا يتكلم أحد بكلمة في أحد إلا سأله الله عنها يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلان يسرع، فلان بطيء، فلان طويل، فلان قصير، فلان فلان، هذه وراءها السؤال. فإن استطعت ألا تلقى الله بمظلمة وأن تلقاه خفيف الحبل غدا بين يديه فافعل رحمك الله، واعلم أن الأمر ليس مبالغا فيه بل حق كالشمس في رابعة النهار، لأن الله أعذر إلى العباد. وإذا كان يوم القيامة في الدنيا سمع الله منا جميعا، في الدنيا نتكلم والله يسمع ويرى سبحانه وتعالى، أما في الآخرة فتخرس الألسنة ولا يمكن أن ينطق أحد إلا بالحق، ولا يمكن أحد أن يتكلم إلا من أذن له الرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، خضعت وخشعت وذلت، فالثرثرة والكلام وإرسال الألسنة والضحك والتعيير، هذا اللامبالاة في الألسنة، حقوق العرض، حتى إن الشخص ربما يأتي ويجلس في المجلس الواحد ويهلك بلسانه، اللسان فقط يهلك به وهو لا يدري، لأنه يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أين أنت؟ أنت قرأت كتاب الله وقرأت أن الله عز وجل يسمعك ويراك، وقرأت أن الملك رقيب على لسانك، وتحفظ هذا اللسان في الخصومات، غالبا الخصومات تفني والعياذ بالله الحسنات.